أقامت الكوادر والنخب من شريحتي السجناء السياسيين وذوي الشهداء ندوة حوارية وبرعاية رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية الدكتور خلف عبد الصمد لبحث أنجح السبل لمناهضة البعث البائد واستئصال أدرانه التي تهدد أمن البلاد والسلم المجتمعي. نظام البعث نظام ديكتاتوري، نظام مجرم، ولا يمكن التعامل به في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة. وأي إعلان في أي مكان أي موقع لهذا النظام أو لرموزه أو الدفاع عنه يعتبر جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون. ولهذا لا يمكننا اليوم أن نؤسس لعدالة اجتماعية دون أن نعاقب هؤلاء الظالمين. أولا ننصف المظلومين، نعطي لهم حقوقهم. بدأ حزب البعث من جديد يتغلغل إلى صفوف الحكومة. أقول إلى الحكومة أن تتنبه، حذاري حذاري من مسميات جديدة الآن، يعني جاي يدخلون بمسميات بأفكار جديدة، لكن تبقى صبغة حزب البعث المتفشي فيهم. فنسأل الله تعالى إلى سياسيين يعني الصادقين الشرفاء أن ينتبهوا لهذه المؤتمرات، لهذه المجاميع التي تدس السم في العسل. شددت الندوة على ضرورة تطبيق جميع بنود العدالة الانتقالية حيث تبنتها كل دول العالم التي تحررت من الدكتاتوريات، سواء المتعلقة بالقصاص من الجلادين أو إنصاف الضحايا بالكامل، لضمان بناء تجربة ديمقراطية تستند على أسس رصينة. يعني ما ممكن أنا السجين اللي قضيت في سجني 13 سنة وتعذبت عائلتي وأخواني أن أجي أصالح مع الجلاد اللي موجود الآن قد يكون في أحد دوائر الدولة. وهذه المشكلة، مشكلة أنه إحنا الضحايا قد في الوقت هذا نلاحظ الجلادين يأخذون مناصب وقد تكون قضايانا الخاصة بقانوننا موجودة يمهم. وهذه المشكلة كلها تحت شنو؟ تحت قضية المصالحة الوطنية. طبعا نحن عوائل الشهداء بالنيابة عنهم أتكلم، جمع من عوائل الشهداء اجتمعوا في هذه القاعة، نندد ونرفض رفضا باتا وقاطعا جميع الأبواق التي تسوق لرجوع البعث مرة أخرى، ونحن لا نقبل ولا نتقبل أي مصوغة جديدة بعد زوال داعش على أيدي أبطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية المسلحة. جاءوا لنا الآن بثوب جديد، بدأوا يتغلغلون في جميع مراكز الدولة ومراحلها. حذرت الندوة من خطورة تغلغل أيتام البعث الإجرامي إلى مفاصل الدولة والتهاون في تفعيل المساءلة والعدالة لما لحزب البعث البائد من سجل إجرامي وتبنيه للتطهير الطائفي وإشعال الفتن بين مكونات الشعب الواحد. محمد العبادي، قناة آفاق، البصرة.